طبعا هذا الثالث البكلية اللي يتبع الأخ الشيخ منصور. ها هذا البكلية الثالث ما شاء الله كبير وعملاق وإن شاء الله إلى الأمام، يعني هذا قريب الرون هنا. إذن ثلاثة بكليات الآن بحيث الحنش نحو خمس مطلق إلى الأمام إن شاء الله. يا من رفعت السماء بلا عمد يا رب، يا الله يا رب، يا رب الأسود لأبناء وصاب، يا رب يسر التجار، يا رب سخر التجار. إذا نحن هنا من حاف الحنش، وبسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله يوم غد ولا بعده يفتتح المشروع إلى الأمام. السبت يقال السبت إن شاء الله 100%. إذا اليوم يوم الفطر، اليوم خميس، اليوم خميس، أيوة نعم. إيش يعني فطير 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 يا تجار. إحنا الآن بحاف الحنش، إحنا الآن نحو من الأسود إلى الأسود. أخي نجيب هات ما عندك، هات هات هات. الآن نجيب أن تطمن الأمة كلمتين يلا. والله هذا ثلاثة بكلينات هذه الآن قد الموجودات بحوض الحنش. أيوة. في معك اثنين دركترات، واحد يعني حدو في كبود والثاني قد خرج طبعا مسح.